تبارك إلى هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. في آخر الرسالة الثانية القانونية إلى أهل كورنثوس يكتب مار بولس: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة روح القدس معكم جميعا. وهي عنايا في القداس اللاتيني، عنايا في كل الطقوس والطقس البيزنطي كمان. نعم، في اشياء بدي الاحظهم هون، او ثلاث اشياء. الشيء الاول زي ما قلنا اسم يسوع يسبق اسم الله، يسبق اسم الله الاب. معناها مش ممكن انه يسوع يكون مجرد اله صغير ترانزستور زي ما بيدعي يهود شهوة او شهود يهوة، لانه بصيرش اله صغير يسبق اسم الله، ولا غلط؟ هذا واحد. ثانيا، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس، أو شركة روح القدس. شو منلاقي في ترجمة شهود يهوى؟ خافوا إنه عبارة شركة الروح القدس كينونية تو مضاف إليه تو أجيو بنغماتوس، معناها تدل إنه روح القدس كائن حي. هم بيقولوا انه روح القدس مجرد قوة، معناها بتوفيش معهم هاي الآية. شو رح يعملوا؟ عمليتين في التحريف. تعرفوا انه في اللغات الأجنبية في حرف كبير وحرف صغير، كابيتال لتر سمول لتر. طيب، نعمة ربنا يسوع المسيح، برضو كلمة نعمة ما بتوفيش معهم، حبوش كلمة نعمة. كل الألفاظ المسيحية الحلوة هاي اليونانية بغيروها. نعمة إيش بتصير؟ بتصير الهبة غير المستحقة. طب بالعربي في كلمة اسمها نعمة ولا لا؟ نعمة. مثلا في كلمة كنيسة، بزيحوا كنيسة إيش بحطوا؟ جماعة. مثلا في كلمة إيش؟ في كلمة الصدقة، الصدقة هم بعطوش صدقة، ممنوع عندهم تعطي صدقة. ليش؟ حتى كل مصرياتك يضلوا لا تصرف على كتاباتهم ونشاطاتهم. فشو بسموا الصدقة؟ شو بسموها؟ بسموها هبات الرحمة، هبات الرحمة. طيب، هلا بنيجي ل نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله God and the fellowship. fellowship يعني شركة باليوناني كينونية. and the fellowship مش شركة روح القدس، الشركة في الروح القدس، حتى يبعد الفكرة انه الروح القدس هو كائن حي. الشركة فيه، زي ما تقول الشركة في الصلاة، الشركة في التأمل. اذا شو اول تحريف؟ in the Holy Spirit، فيش in. in باليوناني in، ما هي in جاي من اليوناني in، فيش in to نيفماتي اجيو. ايش مكتوب؟ تو أجيو بنيفماتوس مضاف إليه. وشو التحريف الثالث أو الرابع اللي عندهم؟ هولي سبيريت. كيف بكتبوا هولي سبيريت؟ H كابيتال H ولا سمول H؟ سمول H. سبيريت كابيتال S ولا سمول S؟ سمول S. حتى يقللوا من قدر إيش؟ روح القدس، ورجعوا على الفكر اليهودي، لأنه يعني بالفكر اليهودي يمكن روح القدس هي مجرد روح مقدس. مثلا مزمور 50:51: وروح قدسك لا تنزعه مني، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس. روحك القدوس شو بالعبري؟ روح قدشيخة، روح قدشيخة يعني روح قداستك. خلينا نيجي لمتى 28:19.
طبعا هون لا كلنا متفقين عليها هاي بالعربي وباليوناني ما في تفسته بريفون ديس اون ما في تفسته باندا تايفني يعني فذهبوا إذن أول هو عصدي أول فكرة بدال تلمذ جميع الأمم كيف ترجموها شو دي هو ترجموا أناسا من جميع الأمم people of all the nations هل نفس المعنى؟ لا قطعا لا أناسا يعني بشر محددين بس هم لأن عددهم قليل يقول لك أناسا طب مش مكتوب أناسا ما في تفسته باندا تا إثني باندا تا إثني جميع الأمم خلينا بعدين عم فضل وعمدوهم باسم الآب باسم الآب خلينا نترجم معهم باللغات الأجنبية in the name of the father father حرف كبير capital F طيب and son capital and the son capital S وبعدين وروح القدس ايش small h و small s لما توصل على لما توصل على روح القدس بتطير كل الاحرف الكبيره capital letters وايش بصير holy spirit يعني عمدوا اذهبوا وتلمذوا اناسا من جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن وروح قدس مش وروح القدس او الروح القدس هولي حرف كبير اتش سبيريت حرف كبير اس وشكرا لاصغائي